يا مرحبا الثراء، اهلا وسهلا فيكم. سلسلة من فترة لابسنها الصراحة فاكتوريو، والله من فترة لبسته قلت الحين خلى شوي نسوي فاكتوريو كم حلقة عشان نسبب انتعاش شوي في السلسلة هاي. يعني حرام والله ساحب عليها صراحة، اللعبة طيبة وتستاهل. انه شو انتم هنا؟ وين دبابتي؟ والله ما اعرف وين دبابتي، مو في علامة وين دبابة. هاي دبابة، هاي 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 دبابتي. سير زعلهم شوي، تعال انت ليش هنا؟ ترى من تكون زعلهم. سويت امتداد بسيط براويكم عقب شوي. خلنا ذبح هاي بس. افا عندي فحم. تمزح تمزح يا ممكن تقول انه ما عندي فحم. تخيلوا ما عندي فحم، يو يا الشغلة اللي مالها داعي. الشيء اللي ما شفتوه هو مصنع الحديد. بنسوي نفس الحين دبكت عنه، اللي هو بنسوي الستيل على اساس نبدا نغير طريقة الانتاج شوي. نبغى نسوي ماس برودكشن هكم شغلة. كلهم وصل بختار، لكن مش انه موضوع بسيط يعني. وين صار؟ تعال 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 تعال. وينهم؟ أمرهم بسيط هاي، ما يبغى لهم شيء. ما عليه، أمرهم بسيط. كل مالهم يقوم الهرم، مع اني استعمل طاقة شمسية مات. اشتكينا، ما للحين بيصلحون هالدرونز، مو مشكلة. هاي اخرهم. انا ليش حطيت دار هني؟ السؤال يطرح نفسه، ليش حطيت دار هني؟ شلو هالي دار، مو بو مو بو هني، ابو دار من هني تحت. دار هني لين هني، اوكي بنسكره. اوك رقم واحد. وين صار؟ وين صار؟ وين دار توي؟ اخذت دار انا، لا ابو دار من هاي. لان هاي فين؟ هاي ما يتوصلون بالشمس. شوفوا في عيب مصنعي في هذا. لحظة، نجيب بلو برنت من عمود إلى عمود. آخر اللي دار هذا، الجدار هذا. أنا طلعت في الغابة، آخر الجدار هذا. شوفوا هني يفرق ويانا اللي كنا نسوي له اوتوميشن. شوفوا وايد يفرق. انا احس اني بتوه اكو دار شوي. مش شوي، وايد. مشكلة كم حبة زيادة ما يضرهم، ليه يفسدون من الود قضية. خلى بس نشيل هايل. هاك
الكلام بنشل لنا اكو شيء مالي يا حبيبي، ضعت في الغابة. هلا بقريت الاول شو كان هذا؟ شوفوا هاي المنطقة، في عندنا مكان فاضي بعد من شغلة زيادة، يعني لونه بكبر زيادة شيء زيادة عندنا، وعندنا قطار يروح يرد على المحطة هاي يفضي السامون وين هني. بس شو المشكلة عندنا؟ نحن ما عندنا ستيل بوكس على اساس ان هذا يفضي، صح؟ انا هذا اللي تصوره حاليا. خلينا نشيل هاي العقمة. ايوه بدو هجوم. ما صاروا يهجمون من متى؟ والله ما ينفع تمشى في الخريطة الصراحة، وايد عودة من كثير ما قمت استعمل الأحزمة، قمت استعمل هذا. اوكي انترستنج، ليش ما قاموا ينتجون؟ هاي شو يبغى؟ ليش؟ ستيل بليت، ستيل بليت وقف. هذا كله خلاص خلص. يلا خلنا نسير نبدل هناك نسوي اوتوميشن. لحظة وين الكونكريت مالي؟ وين الكونكريت؟ خلنا نمشي اسرع. كان عندي كونكريت انا هنا، كنت اسبق فيه الارض. اوب طار يبون ستيل حق يسوون شو؟ يبون ايرون عشان يسوون هذا ستيل. ترى كل شيء مستهلك هني ترى. وين كونكريت مالي؟ والله مش قادر اشوف الصراحة، لأنه بحط على الأرض كله كونكريت. اوكي هذا كله خلصه بسيط، انا كله بينشل. تك مصرفية كهرباء بعد مرة واحدة. اوكي تعرف اللي هذا، حطولي ريكوستر تشست. وين يسوون ستيل؟ ما في مكان فيه ستيل. فيه في مكان في ستيل ريكوستر شست. لا مش اثنين ريكوستر شست، واحد بس، واحد ريكوستر شست واحد. بس هذا بيكون اكثر من واحد. نحط ريكوستر تشست هني، خلي نتك من هذا، نستك زايد ونبا هاي اللي عندي زين. يب عندي، هو مع ان ستاك انسرترز احسن شيء اظن. ريكوستر تشست ريكوست حقه منو؟ ايرون بليت نيد لك 500 1000 مو مشكلة عادي طاف. هاي حق سوي لنا امو بس، هاي بانترستر عادي بيوقف انتاج هنا اصلا. عندنا وايد روبوتات ما نستعملها تمو صدق. الحين بيكون توسع جديد خلص اصلا، من كبر المكان ما قمت اعرف انا وين قاعد انتج حتى الجست مالي. مش كل شيء كاتب لنا، مو مشكلة. شيء هو حق التست، ستيل تست. اوكي هاي شغلانة بحد ذاتها. زين الحين محتاج ستيل في السيستم اصلا، اختار ثالث محتاج لنا ستيل. هذا فرشوه هني، نزلوا السماء هني ولا ما نزلوا؟ في قطار
ويدوس ببطني والله. هذا وقف بريح مكانه. ستيل تستر خله الحين. خلنا نسوي ستيل وندخله في السيستم. شوف وين قاعد يشيل الستيل شوي 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 شوي. لا يتوزع الستيل هنا. أظني هاي الكفاية أصلا. ما بيحتاج أكثر. ما بيحتاج أكثر حاليا. إلا إذا يبنى مكان بعيد. فكرة المكان البعيد مو هي أصلا. مو ورا الشغلة هاي. وين 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 انت وين؟ ايوه تعالوا تعالوا حصلتكم نوبي بلود برو برنت. تعالوا ايوه نبى واحد هني نبى واحد هني نبى واحد هني نبى واحد هني ونبى شو بعد نبى نبى هذا كله نبى كم في أربعة ها 600,000 الحين ما 600,000 ما يصير في شيء غلط ونبى الفيرنس هذيلا كلها اللي هني موجودة طبعا شوف قلت لكم قبل خلاص ما نسوي بلو برنتس ما نسوي اي شيء ثاني خلاص كنا نسوي اخر شيء الحين خل هاي اللي نبنن تشرج خلهم يوم في الوسط بالضبط وانت يقدرون يبنون كل مكان الحين وصلهم كهرباء اساس يبنون فقط لا غير يعني مش قاعد يسوي اختراع عظيم مشكلة عادي شوي له ترقيع يعني تمشي الامور يشبكهم في السيستم الاساسي كلهم دام ان عندي ديفنس هني شغال اوكي انا اشوف هذا الهرب وين قاعد يمشي اوكي انت بعد النايت تعتبر محطات بالنسبة لهم ولوجيستيك بعد سبلاي تشين لانه بمد اي شيء ثاني بيكون هذا وايد مهم وجوده اصلا وين صار تعال 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 انت هني وانت انت هني اوكي بالعكس عندي مصنع بيلت برايم خليني تجون
الحين هذا بيروح تحت خط واحد ثم اسوي له سبلت من تحت. شوفوا الخطوط اللي قبل ناخذها وتقولون ليش اختار. والله لو اسويها ريل سايل بصيح ما بعرف وين اوديها. لحظة لحظة، هذا مش هني أصلا، أنا مضيع. أوه يا صديقي تعال، وين قاعد تمتخذ أنت؟ سوري 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 سوري، من طول الخطوط قمت أضيع. انزين أبو إيبن هذا بعد ثلاثة أنا عندي، بس ثلاثة. السالفة بس ثلاثة، أنا أمور طيبة. أوكي الحين دراس بورت يا جماعة الخير، لازم تركزون في هالسوالف والله، لأن فاكتوري وخلاص تبدأ تصير فيري كومبليكيتد على ماينر ليفل خلاص، لازم تحاسبون انتوا بالضبط شو قاعدين تسوون. هذا السريع نسوي حركة القفل. الحين إذا ما تعرفون حركة القفل هاي مصيبة، هذا ثالث موسم فاكتوري ترى على فكرة، يعني بس أقولكم يعني بتزعلوني صدق إذا ما تعرفون حركة القفل. حركت القفط، خلينا نوزع الانتاج بشكل متساوي. ايوة شوية هذا القفل شوية تعبان بس ما عليه. شت هابنس، ممكن اصغره بس برايي ما مش مستاهل التعب يعني. يكون عندنا وايد همنا ما يكون هو القفل نفسه، همنا الانتاج يوصل. عرفتوا علي؟ بنوصل الانتاج الحين لمصنع الستيل، خلاص انت شفته الحين سنسوي مصنع ستيل. بنبدا الحين بيور اوتوميشن خلاص، ما في وقت اساسا نقول والله بنحط شيء، خلاص حلقات الليل بتبدا سوبر اوتوميشن. بنبدا الحين ما في مجال للحق، بنبدا كل شيء روبوتات خلاص. زين استوي مكانه هني، نقول ان شاء الله يستوي. يب استوي مكانه هني لاني ابغى ارجع على سكة الاخطار هذيك. بس من وين اجيبه؟ من هني بين هناك. اوكي هاي حيدة في جيبي هي. لحظة مو عندي سكة، ابغى سكك اساس اقدر احط شيء هنا. سكك 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 سكك، ابو 200 ابو 200 ها اوريدي حطوه خلاص. ديج والبليت ترى هاي المشكلة. اوكي تعال تعال يا صديقي، الشراء حشوها. ايوه
تي على هاي. لحظة أنا أبغى أجيب هذا لي وين لين شو أقدر مسافة أقدر أطلعها. طيب هذا او اصله في هذا يستوي. ما بيستوي شكله. لحظة 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 الوضع يبالي حل جذري ولا بتكون مصيبة ترى. اذا ما يستوي كذي لازم هني لازم يسوي قرارات حاسمة شوي مرات، لانه تفرق وايد في القياس. تعتقدون ان القياس بسيط لكن نجيب العيد. هالحبة هاي تسوي الفرق كله في القياس. حبة لتحت الحين لما ننزل تحت تحبه بس مش قادر. اوكي This one is acceptable for me. زين بس يبغالي سجن الستوب. هاي لازم 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 هاي فاكتوري مايكرو مانجمنت مالها مش طبيعي. انزين ويسر لا تقول لي مو عالي. ويت 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 لا تتمسخر علي، لا تمزح وياي. تتمسخر صح؟ ما طاح يركب. ما طاح يركب. اوه علينا. وين يهجمون هاي هني؟ أمور طيبة، في مرة بيركت في مرة كل شيء برايهم. عقب بدمرهم أنا هاي يعني، خلوني في همي هذا. الحين ركب. نايس نايس. دائما نحسب حساب انه في اكثر مختار بيمشي على المحطة هاي، فبنحط اكثر من سيجنال دائما. لا تستغربون ليش في سيجنال زيادة. الحين عندنا مصيبة ثانية، صوت ثاني مصيبة، صوت ثاني مصيبة. تعرفون مش مصيبة؟ غلط في القياس حبة، مو مشكلة. غلط في القياس حبة. زين هذا الستيل مالنا هني. هذا
الفلتر مالنا وين حطي اذا انا خط ستيل ثاني بحطي فوق هني حاليا هذا يكفي. هل لازم ينتج ستيل تشستر؟ لازم ما انتجنا ستيل تشستر انا في ورطة عويصة بعد مش هي ورطة. في ورطة عويصة زين زين مرة ما كنسل هذا في السالفة. أيوة زين هذا القفل مرة ثانية على حسب نحط على كل صوب نبلت ترى شيء اللي ما تابع السلسلة يمكن حد توه يتابع هاي أول حلقة على أساس نحط كل شيء من كل صوب من البلت شيء نحطه زين. احنا بنوصل هذا وين هناك نوصل هذا الصوب الثاني كل شيء عندهم روبوبورت لا ما عندهم روبوبورت خلنا نوصل اوه مكان ممتاز هذا مكان ممتاز والله سوى لي سبلاي تشين محترم تحسونه خبصة شوي صح بس شو الحكمة الحكمة شيء فظيع الحكمة اللي حبيت تشوفونها ترى بس يمدون هذا نحن بنمد سكة الخضار لان يمدون كل شيء شوفوا يعني روبوتات دنيا ثانية الحين بنحصل ستيل بنسوي اوتوميشن حقه منو بنسوي اوتوميشن حق الصناديق صناديق ستيل يعني على الاقل خلت تمشي حق صندوق ستيل خلينا نبدا الخطر بعدين بتفهم اي صح هذا ما يدخل هني الا سيده صح هذا لازم نشوفه نشوفه هنا اذا ما يستوي هنا بكل بساطة نشيل هاي من الدرب مع السلامة ما اقدر اشيل هذا شنطة مالي فل ودوا اي مكان ما باهن هاي ما باهن خلاص شلوهم ما باهن بوابة ما نبغى سولر ونجيب له خط من وين؟ آخر الدنيا من هنا صديق ايش حالك؟ لا تزعل مني هذا
مية مية. والحين يبغالنا شوي سيجنالز، هذه ترية هني على الباب، هاي ترية هني حتى كذا سيجنال مو مشكلة. نستوي فراغات حكم، نقسم الخطار يعني باختصار، وهذا يستوي ستيل واي بوينت، لما الحين صاير شو يستوي، اذا جبنا الستيل من برا بنحطيهم وين، هني، وبنحطيهم برا، عرفتوا؟ فشو بيستوي يا حبيبي، يا حبيبي مش قادرين. مش قادر اشيل الستيل، خلي اشيل الستيل هني، اسوي هاي كلها، ستيل 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 ستيل، 9 كفيني 9، اتمنى يكفيني 9. حاطينهم اوريدي، اوكي نايس وايد اوكي. بني عندها الخطر. هذا نسميه ستيل ستوب، اوكي. ونجيب الخطار هذا نضيف عليه محطة من ستيل ستوب، يروح من فنتري فل او التايم، مش هني سوري، تايم باست ماكسيموم تايم لين ستيل واي بوينت تايم باست فول او انفنتري فول، واللي هو جدا صعب. الحين خليه يروح، خلينا نشوف بينه اذا انا يعني جيت نترياه هني. الحين هذا في خطار هني، في خطار واقف في المحطة ما يقدر ايه. ليش ما اكتمل السكة؟ يمكن اكتملت السكة، أظني لا اكتملت السكة، لكن ليش ما يقدر ايه؟ لا هاي هنا موجودة، كسبت هذا ما نور ستيل واي بوينت، روح ستيل واي بوينت، روح بلا يوقف هذا. حرك شوفوا هنا الحين مصيبة، هذا واحدة من المصايب، تكتشفون ليش الخطار ما يمشي. حلقة الكونكريت والله مضبوط، هذا ليش احمر؟ انت الحين تبغى تلف يمين، يمكن هاي الاشارة زايدة، وهاي هاي ما لها داعي هني. بس انت تروم تدخل، لان انت هنا عندك هني، ما تبى هني، ما نبى، اللي خلص يتوكل. بس هو طالع ما يكون شيء في الدرب، ان شاء الله يكون صح. ادعي بس يبغى بس ستيل بليت، صح؟
اوكي، هذا معناه بنسوي صناديق نحن الحين. ما عندي هاي أنا. ايوه اوكي وصل، بس خلاص هذا كان محطة الفولاذ. بخلص الحلقة بوقفها هنا محطة الفولاذ. نشوفكم في الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.